كلية اللغة والإعلام والأكاديمية العربية الدكتورة غادة وطلبة الكلية وعماد الكلية والسادة الأساتذة نهديها درع الأكاديمية. ومعايا النهاردة النجمة الجميلة اللي أنا بعشقها على المستوى الشخصي اللي مكسرة الدنيا على طول سيمون وحقيقة على صباح في البداية. الله يخليكي فين السرات صباح الست صباح متشكرة جدا ومبسوطة انها عجبتكم يعني. بصي مش قادرة اقولك انا مبسوطة قد ايه بالتكريم يعني مش يعني الواحد بيبقى في اماكن كتيرة وبيتكرم والناس بتحبه وده من فضل ربنا، لكن النهاردة بصراحة في الاكاديمية الأكاديمية البحرية بصي اتشرفت جدا بالدعوة اللي وجهتها لي دكتورة عبير بدر الدين. اتشرفت جدا لما شفت دكتورة عزة هيكل على الطبيعة لأن أنا من متابعينها في البرامج، يعني بصراحة أنا استمتعت جدا جدا. يعني عادة الواحد بيجي عشان يبقى بشكل تقليدي أنه بيتكرم، لكن التكريم المرة دي واخد شكل أكتر حميمية وصداقة واتفائلت لأني شفت مستوى المستوى الإنساني والأكاديمي عجبني قوي بشكل شخصي يعني.